بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في الحديث الاول والثاني من باب طبقات الانبياء والرسل والائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف الاحاديث ذكرت ان الله سبحانه وتعالى حينما يصطفي ناسا قد يجعل المصطفى نبيا وقد يجعله رسولا وقد يجعله اماما وقد يجمع فمثل ابراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا اماما وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله سبحانه وتعالى اختبر ابراهيم باختبارات متعددة، وكان أصعب تلك الاختبارات أمره بقتل وذبح ولده اسماعيل، فلما أتم هذه الامتحانات نجح في جميعها، صار لائقًا لكي يكون اماما فجعله الله سبحانه وتعالى اماما للناس. هذه الايه الشريفه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تدل على ان الامامه منصب الهي يحتاج الذي يصل إلى هذا المنصب أن يكون معصوما وأن يكون في درجة عالية يعني إبراهيم كان نبيا ولم يكن إماما في البداية ثم صار رسولا وأيضا لم يكن نبيا لأنه أرسل إلى قومه فكسر أصنامهم فأرادوا إحراقه فأنقذه الله سبحانه وتعالى فهاجر إلى فلسطين ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى مكة "ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم" وهناك في مكة وإبراهيم كان في أواخر حياته كان رسولا نبيا ولم يكن اماما، هذا الامتحان الاخير اللي هو اصعب الامتحانات، الله سبحانه وتعالى امتحن ابراهيم به، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، بعد هذا الامتحان الاخير، هذه الكلمه الاخيره التي اتمها ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام وعلى اله حينما اتمها الله سبحانه وتعالى جعله اماما. فالامامه منصب عظيم كثير من الانبياء لم ينالوا هذا المنصب. بعض الانبياء والرسل نالوا هذا المنصب. زين. هذه المرحلة الأولى بالنسبة إلى إبراهيم. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام حينما أسكن إسماعيل في مكة وكانت واديا لا زرع فيه. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فهنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا لذريته. وبالمناسبه القران الكريم نقل بعض ادعيه ابراهيم لذريته. ولم نجد نبيا اخر ذكر في القران دعا لذريته. شنو هو السبب؟ بعض المفسرين يقولون لانه ابراهيم عليه الصلاه والسلام علم ان نبي اخر الزمان سيكون من ذريته وكذلك الائمه وكذلك علم ان الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته انبياء ورسل فلذلك دعا لهم ونقل الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في القران الكريم هذه الادعيه مثلا في سوره البقره حينما ابراهيم واسماعيل كانا يبنيان الكعبه الشريفه. كان من دعائهم ماذا؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وايضا في سوره ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. وايضا في سوره ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان مهتم بذريته. من اهتمامه بذريته حينما الله سبحانه وتعالى جعل ابراهيم اماما بعد ان كان نبيا وكان رسولا واجتاز الاختبارات الصعبه هنا رغب ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان تكون الامامه في ذريته ايضا. قال ومن ذريتي هو يدري أنه الجميع لا يمكن أن يكونوا أنبياء لا يمكن أن يكونوا رسل وكذلك لا يمكن أن يكون الجميع أئمة لذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ذريته أئمة الله سبحانه وتعالى يبين إلى أن هذه امامه منصب عظيم جدا انت ابراهيم لم تنل هذا المنصب الا بعد نبوتك وبعد رسالتك وبعد اجتيازك للاختبارات الصعبه فلذلك من ذريتك احنا سنعطيهم الامامه لكن ليس لكل احد قال لا ينال عهد الظالمين هذه الايه فيها دلالات أولًا الله سبحانه وتعالى يقول: "لا ينال عهدي" مو عهد الناس هذا عهد الله سبحانه وتعالى فإذا كان عهدًا لله اختياره يكون بيد الله مو بيد الناس لأنه عهد الله مو عهد الناس هذا أولًا لذا اختيار الإمام سواء من الرسل او من غير الرسل هو بيد الله سبحانه وتعالى. زين. لا ينال عهد الظالمين. اذا واحد ظالم لا يكون اماما. واي ظلم اسوأ من ظلم النفس بالشرك. الله سبحانه وتعالى في سوره لقمان هذه الآية عن لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم زين إذا فد واحد طول حياته قضى بالشرك حس أخير حياته أجا أسلم وحسن إسلامه ما يخالف الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى لأن الإنسان إذا تاب الله تواب غافر الذنب وقابل التوب. الله تواب، إذا واحد مشرك في أخير حياته تاب وآمن، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. لكن قبول التوبة معناه أنه يعتبر مسلمًا لا يعاقب على شركه السابق، لأن الإسلام يجب ما قبله. لكن بعد هذا الإنسان ما له قابلية ليكون إمامًا. الامامه اللي ابراهيم عليه الصلاه والسلام قضى عمره بالعباده بالتبليغ كان نبي ولم يكن اماما، كان رسول ولم يكن اماما، الى ان في اخير حياته الله سبحانه وتعالى اعطاه الامامه. زين اذا فد واحد هو دون الانبياء بكثير وقضى عمره في الشرك اللي هو ظلم عظيم. وليس هو بمعصوم حتى بعد اسلامه مو معصوم. زين هذا يكون قابل للامامه؟ كلا. فهذه الايه تدل على ان الامام وان الامامه منصب فوق منصب النبوه. لذلك بعض الانبياء الرسل كانوا ائمه. فاذا واحد هو امام من الله سبحانه وتعالى. فهو اعلى من الانبياء واعلى من الرسل الذين لم يكونوا ائمه. ولذا عندما تقول ان مثلا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هو افضل من الانبياء باستثناء رسول الله محمد صلى الله عليه واله فرسول الله محمد افضل من جميع الناس. لكن امير المؤمنين امامٌ معين من الله سبحانه وتعالى. فهو افضل من الانبياء الذين لم يكونوا ائمه. افضل من الرسل الذين لم يكونوا ائمه، لانه هو امام والامامه منصب اعلى من النبوه والرساله. لذلك بعض الانبياء الرسل كانوا ائمه مثل نوح، مثل ابراهيم، مثل موسى، مثل عيسى عليهم الصلاه والسلام ومثل محمد صلى الله عليه واله. هؤلاء كانوا انبياء رسل ائمه. وبعض الانبياء الاخرين ايضا كانوا ائمه. لكن عامة الانبياء الا القليل منهم لم يكونوا ائمه. عامة الرسل الا القليل منهم لم يكونوا ائمه. فلذلك اذا واحد امام من الله سبحانه وتعالى حتى اذا هو مو نبي، حتى اذا هو مو رسول يكون افضل من اولئك. حتى في الحديث الشريف هذا بين قوسين نذكره. حديث شريف صحيح اتفق عليه الفريقان. الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. وفي بعض الاحاديث وابوهما خير منهما. هو هذا الحديث يدل على افضليه الحسن والحسين وعلي بن ابي طالب عليهم جميعا الصلاه والسلام من جميع الانبياء. باستثناء الرسول محمد صلى الله عليه واله لماذا لان اهل الجنه كلهم شباب ما عندنا واحد كاهل او عجوز في الجنه الجميع شباب زين فاذا كان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ما عندنا بالجنه اطفال ما عندنا بالجنه شيوخ وعجائز كلهم شباب اذا كان سيدي شباب اهل الجنه فمعنى ذلك انه افضل من جميع الانبياء الذين هم في الجنه افضل من جميع الرسل الذين هم في الجنه بعدين الحديث في بعض الاحاديث تتمت وابوهما خير منهما فهو افضل منهما وبادله اخرى الرسول صلى الله عليه واله افضل من امير المؤمنين هذا الحديث يدل على ان الرسول ومن ثم امير ومن ثم امير المؤمنين والحسن والحسين افضل من جميع الانبياء والرسل لانهما الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما زين فلذلك اذا واحد كان ظالما بالشرك لم يكن معصوما حتى هو هم بعد إسلامه يمكن يرتكب المعاصي هذا ما يمكن أن يكون إماما من قبل الله سبحانه وتعالى طبعا بالمناسبة نذكر أنه عدنا إحنا خلافة الله وخلافة رسول الله وعدنا إمامة وعدنا إمارة خلافة الله وخلافة الرسول هذا بتعيين من الله ومتعيين من الرسول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إذا كان بمعنى أنه خليفة الله سبحانه وتعالى فلازم يكون تعيين من الله مو كل واحد أجي يقول أنا خليفة فلان أفرض إذا أنت عندك دار فد ظالم اجى غصب هذه الدار وجعل في هذه الدار انسان اخر هذا خليفتك بدون رضاك لا مو خليفتك حتى اذا هو قال خليفتك اذا واحد الرسول هو ما معين لخلافته هو اجى بعد الرسول قال انا خليفه رسول الله هو ما يصير خليفه رسول الله لم يخلفوا لان الرسول لم ينصبه لذا اي حاكم اجى قالوا هذا خليفه الرسول وهو بدون تعيين من الرسول هذا لا يناسب لفظ الخلافه اصلا. فخلافه الله وخلافه الرسول انما تكون بتعيين من الله ومن الرسول. زين؟ امير المؤمنين علي بن ابي طالب هو خليفه الرسول. لماذا؟ لان الرسول عينه احنا عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله ان هذا يشير الى علي بن ابي طالب اخي ووصيي وخليفتي فيكم وخليفتي الرسول عينه وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا والطريف انه الطبري صاحب التفسير المعروف وصاحب التاريخ المعروف هاي الروايه ينقلها هم في التفسير وأيضا في التاريخ بسند واحد ونص واحد لكن في التفسير نبدل كلمة وصي وخليفتي نبدلها بشنو كذا وكذا إن هذا أخي وكذا وكذا بس بالتاريخ ينقلها بشكل صحيح إن هذا أخي ووصي وخليفتي طبعا الخاصة أيضا رووا هذا الحديث الشيخ الصدوق والشيخ المفيد أيضا وغيرهما نقلوا هذا الحديث. إذا خليفة الرجل من يخلفه في أهله في قومه بتعيين منه، إذا ماكو تعيين هذا مو خليفة. لذا موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال لهارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين واللطيف أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى وكما استضعفوا هارون وهو نبي نص القرآن الكريم شنو قال هارون إن القوم استضعفوني كذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يوم السقيفة هذه الآية تلاها إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فعلي بن أبي طالب بمنزلة هارون من موسى كما أن موسى عين هارون خليفة له وكما أن بني إسرائيل وهم ذرية الأنبياء وراء المعاجز من موسى عليه الصلاة والسلام مع ذلك عبدوا العجل وتركوا هارون وأرادوا أن يقتلوه مع أنه فترة قليلة موس موسى عليه السلام غاب ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعاشر خلال هاي العشر أيام شافوا موسى ما رجع فالسامري أظلهم وكذلك في أمة الرسول وفي الأحاديث أنه ما جرى في الأمم السابقة يجري في الأمة المرحومة الإسلامية طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة. فكذلك حينما توفي رسول الله صلى الله عليه واله استضعفوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وغيروا وبدلوا. زين هذا بالنسبة إلى الخلافة. عندنا الإمامة، الإمامة منصب إلهي. الله سبحانه وتعالى يعين "لا ينال عهدي"، عهد الله ليس عهد الناس. احنا في الامور التي فيه امر من الله وتعيين من الله ما عندنا اختيار. الانسان اذا الله امره بشيء لازم يسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة إذا الله عين ما لك اختيار الله عين محمدا صلى الله عليه واله للنبوه زين انت عندك اختيار تقول لا انا ارفض محمدا كلا لازم تسلم اذا ما سلمت انت كافر الله سبحانه وتعالى عين هارون وزيرا لموسى زين بني اسرائيل رفضوا هارون كفروا بعبادتهم العجل ورفضهم هارون الله سبحانه وتعالى امر محمدا صلى الله عليه واله رسوله بأن يعين عليا خليفة من بعده. الناس ما لهم خياره، ما لهم اختيار، لازم يقبلون ما قضاه الله سبحانه وتعالى، نعم اذا ماكو قضاء من الله سبحانه وتعالى، الله خير الناس. هنا تجي المرحله الاخرى وامرهم شورى بينهم. إذا اكو تعيين من الله ماكو اختيار لا شورى ولا غير شورى. لازم تسلم صلاة الصبح ركعتين ما فيها شورى احنا نجي المسلمين نتفق انه نسويها ثلاثة او نسويها واحدة، لا هذا تعيين من الله. هارون معين من قبل موسى بامر من الله سبحانه وتعالى، بني اسرائيل رفضوا ما قبلوا ما لهم حق لازم يقبلون. أما إذا الله سبحانه وتعالى لم يعين أمرًا هو مشكلة هم المسلمين يختارون كما حدث في غزوة مؤتة الرسول صلى الله عليه وآله عين جعفر بن أبي طالب لإمارة الجيش قيادة الجيش زين إذا جعفر قتل فزيد إذا زيد قتل فعبد الله بن رواحة هذ هؤلاء الثلاثة الرسول عينهم بالترتيب هذه السرية اللي راحت إلى غزوة بؤته لحرب الروم لازم يطيعون جعفر لأن جعفرا نصبه رسول الله صلى الله عليه واله لقيادة الجيش ما لهم حق ليطيعوه زين قتل الرسول معين الثاني إذا زيد قتل الرسول قال عبد الله بن رواحة ثلاثة معينين بالترتيب هسه إذا الثالث قتل فالرسول ما عين أحدا قال أنتم المسلمين اللي مشتركين في السرية اتفقوا على قائد بينكم فلما قتل جعفر عليه السلام وقتل زيد رضوان الله تعالى عليه وقتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما قتلوا المسلمون اللي في ذيك السريه اجتمعوا ليعينوا قائدا عينوا خالد بن الوليد قائدا لهم هو هم امرهم بالانسحاب اذا الرسول عين ما لهم حق يخالفوا اذا ما عين ما يخالف امرهم شورى بينهم كما الايه الشريفه تقول فلذا نقول في تعيين الامام ماكو شورى لانه تعيين من الله في تعيين النبي ما كشورة لأنه تعيين من الله في الأحكام الشرعية ما كشورة لأنها قضاء من الله سبحانه وتعالى أما في تنظيم الأمور اللي ماكو هناك تعيين من الله المسلمون يستعملون الشورى ولذا في يوم غزوة أحد حينما بلغ أن المشركين قادمون إلى قتال المسلمين فحينما بلغهم نبأ اقتراب جيش الكفر اجتمعوا ماذا نصنع؟ اكو جامع من المسلمين كان رايهم ان يبقوا في المدينه يتحصنوا بالمدينه ويقاتلون قريش من اسوار المدينه والراي الاخر كان انه يخرجون الى لقائهم زين الرسول استشارهم طبعا الرسول لا يحتاج الى مشورتهم لانه معصوم مسدد من الله سبحانه وتعالى لكن مشورة الرسول كما في الايه وشاورهم في الامر لتحبيب قلوبهم يعني مره انت تستشير لان تحتاج الى ارائهم خير الناس من جمع عقول الناس الى عقله وتاره تستشير لا لحاجه الى ارائهم وإنما لتحبب قلوبهم يشوفون أنت دا تحترمهم زين فالرسول استشارهم واحد من ذولا قال إذا أكو أمر من الله سبحانه وتعالى إحنا مسلمين بس إذا ما أكو أمر من الله إحنا عدنا رأي فأبدوا رأيهم بالنتيجة الرأي الغالب كان الخروج إلى لقاء المشركين في غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وآله رجح رأي هؤلاء لانهم كانوا الغالب حسب ما نقل فاذا الامامه ما بها شورى ومشوره كذا تعيين من الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره وعندنا شيء اخر هو الاماره يعني الحكومه السلطه الإمارة منصب من مناصب خلافة الرسول، منصب من مناصب الإمام. خلافة الرسول ليست قابلة للانتزاع، لأنه تعيين من الله ومن الرسول. الإمامة ليست قابلة للانتزاع والابتزاز والغصب، لأنها تعيين من الله سبحانه وتعالى. ولكن الإمارة هذا منصب تابع للخلافة وللإمارة وللإمامة فيمكن يجي واحد بانقلاب عسكري يستولي على السلطة أو بمقاتلة وحرب أو بخدعة مثل معاوية بن أبي سفيان جيش جيشا وقاتل امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام، طبعا كاد ان ينهزم في تلك المعركه لولا ان خدع بعض اصحاب امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وصارت فتنه داخليه عندما رفعوا الرماح وعليها القرائين. وبعد الامام امير المؤمنين ايضا جيّش جيشا و أكثر جيش الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام خذلوا الإمام الحسن وطعنوه بخنجر في فخذه وكادوا أن يقتلونه ومعاوية اشترى كثير من قوات جيش الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إلى أن اضطر الإمام الحسن أن يهادن معاوية هدنة أو ما يقال صلح الحسن عليه الصلاة والسلام جنسه معاوية أجا بقوة عسكرية سيطر زين سيطر هو صار يعني خليفة الرسول لا لأن الحق ليس مع من غلب الحق ليس بالسيف الله سبحانه وتعالى عين إبراهيم نبيا هسه ذول أخذوه وألقوه بالنار أو طردوه اضطر أن يهاجر وقال إني مهاجر إلى ربي يعني سقط من منصب النبوة سقط من منصب الإمامة لا عندما جعله الله سبحانه وتعالى إماما يعني حكم على الأرض لا ما حكم إبراهيم منصب الامامه هذا منصب الهي من توابع هذا المنصب انه له حق الاماره هسه الناس قبلوا فمن سعادتهم، رفضوا فمن شقائهم. يمكن الاماره يستولي عليها واحد لكن الخلافه خلافه الله، خلافه رسول الله. الامامه لا يمكن ان يستولي عليها احدا لانها منصب الهي مثل النبوه، واحد يقدر يستولي على النبوه؟ مثل ما تزعم اليهود في كتابهم المقدس انه يعقوب والعياذ بالله من هذه الكلمه تصارع مع الرب وامسك بفخذه كما يزعمون ولم يتركه الا ان ابتزه النبوه بالقوه اخذ النبوه منه مثلا وهذه من خرافاتهم زين واحد يقدر يغصب النبوه لا يقدر يغصب الامامه لا يقدر يغصب الخلافه لا يقدر يغصب الاماره نعم يصير مسلط على الناس ويحكم عليهم مثلا هذا ممكن فاذا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين